جمهور سبق له أن صنع الحدث خلال الألعاب المتوسطية، وهو اليوم يكتسح مدرجات هذا الملعب في سهرة اشتياق وحنين ونوستالجيا للكثيرين لمشاهدة الخضر عن قرب الذين يعودون إلى وهران بعد 17 عاما. إذا مشاهدنا الكرام، هي مباراة ودية ولكن لها أبعاد نفسية ومعنوية لفتح صفحة جديدة من خلال هذا الملعب الجديد. لنعود معكم بعد استماع نشيد البلدين.